بعد بحث طويل عثرنا على دلال أبو عيشة في منزل جدها وأخوالها وهي لا تفارق جدتها منذ استشهاد والديها وإخوتها الثلاثة. وقالتهم يجلها كل عائلته احنا جنينا سلمة مولته. نجت لعدم وجودها في المنزل لحظة القتل. انه مسيت يتيمة ماما بابا ماما اخوتي سيد محمد غيداء. ما يخفف جزءا من معاناتها صور لإخوتها وجدتها في بيت خالها. هذا محمد وهذا غيداء وهذا سيد. فدلال كما تقول الجدة تبقى الذكرى الوحيدة لأمها. خمس صنفار يا أختي، أولاد تنين وبنت وجوزها هي. خمس صنفار يا دلال. هي دلال يا أختي اللي بقيت. بقيت من ريحة أمها دلال عنا يا أمه. بصحبتنا تستعد دلال للذهاب لمنزلها المدمر بعد أكثر من أسبوعين. خطواتها مترددة وصدمتها كبيرة. هنا كان منزل فقد معالمه، لكن ذكرياته لا تفارق دلال. هذه غرفتي. يا ما غرفة ماما. هنا الصالة تبعتنا. هنا كانينا بأخوتي. في كل الاتجاهات تحركت ولكل من أفراد أسرتها حاولت انتشال ذكرى. مريم غيداء. وهذا قميص حمود محمد. وسط الحزن سرقت بسمتها الوحيدة عندما التقطت قطتها من وسط الركام. كلهم ذهبوا وبقيت لها القطة. أغراض تناثرت وذكريات تجمعت وبقي لدلال الحزن والدموع ومستقبل مجهول. ذنبي أنا أهربون أهلي. سويت لهم أنا. في هذا المنزل وصفت أسرة بأكملها واستشهد أفرادها إلا دلال. دلال بقيت وحيدة كآلاف الأطفال في قطاع غزة فقدوا الأب أو الأم أو الإخوة. إنهم ضحية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي استهدفت بالدرجة الأولى المدنيين. هبة عكيلة، الجزيرة، غزة، فلسطين.